نعم هو حقيقة من أظهر أنه لا يحترم محرز، بمعنى أنه محرز لاعب كبير، محرز لاعب استثنائي وقدم إضافة كبيرة لمانشستر سيتي، ووصوله للنهائي كان لأنه محرز كان متميز. هو الذي أوصل النهائي، هو مدرب يحب الشو. لا احنا لا، ليس هنالك مشكل معه، هو مدرب من افضل المدربين، صح، مدرب يحب الشو. لم يسمح له كثيرا في الباير لان هنالك اداره قويه، بمعنى انه حتى لما اراد معناها ابعده في 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 في, في, في الاخير. اليوم اذا انت تتعامل مع لاعب، هل هذا كان قادر ان يستعمل هذه الطريقه مع دي بروين؟ استحال، لا يستطيع ان يتعامل بهذا الشكل. انا ارى فيها قله احترام، بمعنى انه اللاعب اليوم رياض محرز لا احد يشك، ومن قله الاحترام انه لعب مباراه اولى ثم تركه على ذكر الاحتياط، وهو كان سبب وصول سيتي الى دور نهائي شامبيونز ليج. فبمعنى لابد الاحترام ان يكون متبادل، وانا اتفق مع الزملاء على المستوى، اذا اردت ان تبني بنصيحه او تتكلم على لاعب لابد ان تحترم قيمه هذا اللاعب.